لعب الدوز كرة طويلة لكنها أقرب إلى كونان، أمن عليها أقرب عند أوسبين. كانت الحديث عن هذا الديربي اللي قبل انطلاقته بأيام كان كثير من الكلمات حوله. بالسلامة إن شاء الله لمحمد البريك اللي كان في اللقطة الماضية مع زميله في قائمة المنتخب السعودي سلطان الغنام. اللاعب يبحث عن الحلول، يحاول مرور مع سالم الدوسري، أكثر من لاعب، تغطية، تدخل خطأ يحتسبها حكم المباراة لهداف الدولة الأولى. خمس دقائق أولى، تاليسكا حطها لكنها في الجدار، وبعد ذلك تحولت إلى ركنية نصراوية وسط مطالبة بوجود لمسة نصراوية أولى في القمة. الكرة العرضية خطيرة، المايوف تدفع، تدخل، تصل إلى فيتو، يحاول اختراق دفاع نصراوي. إيجالو يبحث عن الحلول، يحافظ على كرته، يلعب العرض عند كاريو، لمسة في اليسار خطيرة وكرة الأول. أهداف الديربي، هدف هلالي أول في هذه القمة قبل أن تكتمل الدقيقة العام. محاولة نصراوية طويلة وخطيرة بالرأس لكنها مرت المعروف. غونزاليس صاحب هذه اللقطة، لكن الكرة عدت إلى ضربة مرمى من المدافع اللي بناء هجمة في جهة اليسار. محاولة من جانب سامي عرضية لكنها لا زالت خطيرة، لمسة فيها تغطية وتدخل وبعد ذلك تسلل. كان في شك بوجود تسلل قبل كل شيء في اللقطة الماضية، ولكن الهجمة استمرت بعد ذلك. الحكم يشير، يكون عندك ملاعب بعدد أكبر، بسعة أكبر، طويلة الكرة، أوسبينا يا ما بالك ونحن في القمة. حلوة 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 التمريرة، لكن حاول يمر مبكر، بينية خطيرة ولكنها فيها تغطية من جانب جحفري أمام تاليسكا. وين الكرة، راسية، تحضير خطيرة وفرصة لكن المعيوف أقرب للكرة. فرصة كانت في منتهى الروعة لتاليسكا، المعيوف خرج في توقيت حاسم. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله لمعيوف. اللاعب يتوقف بسبب إصابة حارس المرمى، بالتأكيد الحالات النادرة اللي يقود على جهة اليمين. خطيرة هلالية، تمريرة لكنها طافو، تغطية من جانب سعود عبد الحميد، كرة عرضية داخل المنطقة لكنها سحب لوسيانو فييتو. خطيرة هلالية عرضية داخل المنطقة لكنها سهلة في يد دافيد أوسبينا. كرة نصراوية خطيرة أخرى، لمسة بينية أخرى وفرصة، يبحث عن كرة عرضية داخل المنطقة خطيرة وبالرأس حلوة وفرصة. يا بحث على مرتدة إلى تاليسكا، ينتظر مساندة، مر وتغطية وتدخل وإنذار على غوسافو كويار. نعم، بطاقة صفراء على كويار، بطاقة صفراء على كويار بعد تدخله في اللقطة لكن انصدمت في العمري كأنه على الطاير لكنها سهلة في يد تميل بوبكر، يحاول التسديد كرة لكنها في يد المعيوف. مرة ثانية في الزحمة حاول كري ناصر، التمريرة أمامية ليقالو، تركها خطيرة لكن أمام جانك يونسو. صراع في الأخير، كرة إلى رمية جانبية للهلال من جانب الدفاع أقرب إلى دافيد أوسبينا. محاولة إنهاء الشوط الأول بهذه النتيجة بخطأ يحتسبها حكم المباراة على أيمن يحيى لمصعد سالم الدوسري. للعودة في أحداث هذا اللقاء، فيها كرة لمصعد مبكر، محاولة تمريرة سعود عبد الحميد بكرة عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل في اللحظة. لمسة حلوة باتجاه سعود عبد الحميد، عرضية داخل المنطقة بالرأس خطيرة لكنها مر. اختراق الدفاع، تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، مبكر تسديدة. يا في اللقطة الماضية التمريرة من تالي سبيتي على تنفيذ الخطأ، مارتينيز تسديدة والمعيوف خلصها حلوة من جانب بيتي. اللمسة في المساحة إلى كولان، تسديدة وكرة، يا الله خلصها بالقدم المعيوف، ضغط نصراوي، قدم المعيوف ضغط نصراوي وراسية أخرى. سعود عبد الحميد بكرة عرضية خطيرة بالرأس ومرت. يا الله القائد سلطان غنام، واحدة يمين واحدة شمال، النصر يضغط من كل الأماكن، يهاجم الهلال بقوة في هذه التمريرة البينية خطيرة لمبكر وفرصة لكن المعيوف يخرج فيها تسلل على مبكر. نعم، فيها تسلل اللقطة الماضية على فينسان مبكر، تمريرة تبيتي مارتينيز، الكرة اللي تحرك تاليسكا، تمريرة في المساحة إلى تاليسكا وتسديدة.
قاصر خطيرة وصافرة وركلة جزاء. يا الله ركلة جزاء هلالية، تمريرة ناصر الدوسري اللي تحرك واخترق الدفاع النصراوي بعد تمريرة ذكية من جانب إيغالو. بعد أن شاهدها حكم اللقاء في أكثر من مرة قرر احتساب ركلة جزاء، نعم في هذه اللقطة لمصلحة الهلال. وأمامنا سالم وأسبيرا، سالم التورنيدو، التورنيدو في المرمى، هدف ثاني يا زعيم. من لها غير سالم الدوسري، من لها غير التورنيدو. الهدف الثاني لمصلحة الهلال من علامة الجزاء، الإنذار لأسبيرا على ما أظن بالتأكيد كان على احتجاج على شيء ما، ربما على ركلة الدبيتي طويلة أمامي براس وكرة. يا الله مستحيلة يا نصر، القائم يمنع هدف نصراوي. قضية مرت بنا جميع، مبكر تمريرة وكرة وفرصة ووجود تسلل. شوف نعم تسلل في اللقطة الماضية، اللقطة كان فيها تسلل على تاليسكا. الإشارة كانت قبل كل شيء من الحكم المساعد في الكرة الأخيرة، هذه عادة للمسة بوبكر والتسلل اللي كانوا على جهة اليسار إلى سالم، تمريرة أمامية عدى من الأول سالم، سامي تمريرة خطيرة وتسديدة ولكنها جاءت بعيدة من تاليسكا. وين يا تاليسكا، وين يا تاليسكا، مش كراتك أبد. بعد بيتي مارتينيز، مر بيتي تسديدة أمام هذه الكرة، بيتي مارتينيز تسديدة وكرة عرضية أخرى، المعيوف نفسه بقبضة اليد والتسديدة.